والله يعني شيء طبيعي، يعني ما في أي تأثير، يعني أهم شيء إن احنا نوقف مع القضية الفلسطينية، هذا أهم شيء. الآن السفينة الآن أصبحت يمنية، خلاص لا تتوقف ولا حاجة. يعني احنا يعني السفن احتجزوها عشان القضية، عشان فلسطين، بس عشان إيقاف الحرب في فلسطين، يعني ليس على أي شيء أو غنائم أو أي شيء. لا والله ما في أي حاجة أفكر فيها الصدق، يعني صراحة أنا أعيش حياتي كل يوم أعيشها بيومها، ما أفكر باللي بعده.